بسم الله الرحمن الرحيم. التحضيرات راح تمر في ظروف حسنه، وين على بالناش راه يستنى فينا هذه المباراه وين صعبه، ما كناش نستناو الخصم يحقق نتيجه امام الزمالك، وين لازمنا ندخلوا المباراه باش مدي بي باش نربحوا المباراه وباش نروحوا فاكون ان شاء الله. اليس ما تشوفش باللي ليكيب ادفيرس راح تخرج باش تماركي، سورتو كو لازمهم يربحوا باش يتكاليفيو، سيتي ان بون شوز بو ليسما باش بالك باش تاتاكي دير لي كونتر باش تماركي. ايه هما سي فري كيما قلت راهم جايين باش هنا باش يعودوا بنتيجه، وان احنا ثاني ما لازمناش الخطا في هذه المباراه ولا نستنوا المباراه تاع الزمالك مع تاع ليبيا، وين اللي قلنا نربحوا وهل الخصم انا ما نعرفهش، وين راني نشوف باللي اللاعبين وين قال لك باللي خصم يعرف يلعب كرة القدم وغادي يلعب كاع الحظوظ تاعه في هذه اخر مباراة هذه. انت حمزة يعني كاشو حمزاوي، يعني كيفاش كانت الادابتاسيون تاعك في الاسماء، وهل يعني راك من الاول في المقابلة هذه تفتح الهدف التهديفي تاعك في المقابلة هذه بروفيسيونيل؟ ان شاء الله انا كما قلت لك وكما هدرت هذا شحال، وين الادابتاسيون فاتت كما يلزم الحال، وين اللاعبين كاع معظمهم لعبوا معايا، وخاص هذاك الهدف ان شاء الله ان شاء الله يجي، وان شاء الله نسجل في هذه المباراه اللي كتب ربي باش نكون احسن في القادم ان شاء الله. حمزاوي، الفوز في هذه المباراه يعني احتلال المرتبه الاولى في المجموعه الثانيه، معناه تفادوا تلاقي ملاقاه النجم الساحلي في ربع النهائي. يا سي فري، قلنا نربحوا باش نروحوا برومي، وين ما نحوسوا لا على النجم الساحلي ولا على فريق اخر، احنا المهم هو الفوز في المباراة وفي المباراة الجايين اللي ندخلهم ان شاء الله بنية تاع الفوز، ونطيحوا مع النجم الساحلي ولا فريق اخر ولا غير كيف. كيف باللي يعني الاقصاء تاع الفريق السوداني راح يخدمكم كثير، بالك تواجهوا فريق من زيمبابوي ان شاء الله. احنا قبل كل شيء ان شاء الله نربحوا هذه المباراة باش قلت لك نروحوا نكلاسو برومي، وين كما وخروا هذوك المريخ السوداني، وين الفريق لي كلاس تروازيام ان شاء الله راح يكون في المتناول، وندخلوا بنيه تاع الفوز، وين الفرق كاع اللي راها في هذا الدور مش ما جاتهاش غير كيما هكا. بارك الله فيك. صح.